بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دونك نحن سنتحدث اليوم عن أثر رمضان في تزكية النفس، ثم بعدها تكون لدينا بعض الأسئلة، فتفضلوا بتقديم الموضوع جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أقسم 11 قسما في كتابه على فلاح من زكى نفسه وعلى خسران من دساها وأهملها. فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ونفس الإنسان هي كيانه الداخلي، وهي أخص من بدنه الذي هو من تراب، وذلك أنها تبقى بعد الموت ولا تفنى، فهي مبقاة وهي محتاجة إلى تزكية وتطهير، وذلك أنها بين عالمين، عالم أسمى منها وهو الملائكة الكرام، محضهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وبين عالم أدنى منها وهو الحيوان البهيمي، فإنه سلطت عليه الشهوات ولم يكلف بالتكاليف، والإنسان جمع بين الخاصيتين، فهو مكلف بالتكاليف كالملائكة، ممتحن بالشهوات كالبهائم، فإن هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة الكرام. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. وإذا ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو البهائم، بل يكون أدنى منها مستوى، لأن الله قال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لذلك احتاج الإنسان إلى أن يهذب نفسه وأن يطهرها وأن يزكيها. وتهذيبها وتزكيتها يمر بمرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة التخلية، وهي التخلص من أمراض القلوب كالرياء والسمعة والعجب والكبر ورؤية الفضل على الغير وكحب الدنيا والحسد والحقد والغضب والبخل والجبن ونحو ذلك، فكلها من أمراض القلوب. وكذلك التطهر أيضا من الأخلاق الذميمة في معاملة الناس، كالأخلاق التي لا تكون موافقة للمروءة أو لا تكون موافقة للمستوى الحضاري المطلوب في الإنسان. وهذه الأخلاق الذميمة هي مثل أمراض القلوب أيضا، تتعود عليها النفوس وتدمن عليها، فتحتاج إلى فطام عنها وعلاج منها. فهذا الجانب الأول هو جانب التخلية، وبعده الجانب الثاني هو جانب التحلية، وهو تركيز صفات أهل الإيمان في النفس من الصدق والعفاف والربانية والزهد في الدنيا والأنس بالله سبحانه وتعالى والمحبة والإخاء والنفع والإصلاح وغير ذلك من صفات المؤمنين. فهذه الصفات التي يتصف بها أهل الإيمان وتميزهم عمن سواهم، يحتاج الإنسان إلى ترسيخها في نفسه حتى تكون قيمة مضافة إلى نفسه. فالإنسان إذا رسخ في نفسه قيمة الصدق وقيمة الوفاء وقيمة الإخلاص، فإنه بذلك يتطهر من النفاق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر
وإذا خاصم فجر. وتطهير الإنسان من الصفات الأولى مقتضي لمشاهدة وبرنامج يشمل قسمين: القسم الأول القسم النظري، وهو يشمل أولا تشخيص الأمراض وبيان ما في الإنسان منها وبيان أسبابها وأعراضها، ثم بعد ذلك القسم الثاني هو بيان العلاج، وهذا العلاج لا بد أن يكون عمليا، فهو الجانب التطبيقي في التخلي، وذلك بوضع النفس في قفص الاتهام وعدم اتباعها لهواها وإلجامها عن كل ما لا خير فيه، والسعي للاتصاف بصفات المؤمنين. فمن يريد ترسيخ قيمة الصدق في نفسه بتزكيتها لا بد أولا أن يبدأ يأخذ ورقة فيكتب في وجهها الآيات الدالة على الصدق والحاضة عليه والمحرمة للكذب والزاجرة عنه، ويكتب في قفاها الأحاديث الحاضة على الصدق والمحذرة من الكذب، ويجعل هذه الورقة في جيبه، فإذا صلى فريضة من الفرائض وقرر بداية الدخول في هذا المشروع وبداية الالتزام بالصدق، فإنه بعد الفريضة يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يعرض على نفسه التوبة إليه، وهو يعلم أنه مقصر في جنب الله مفرط، ويحاول أن يقنع نفسه بالتوبة، ثم بعد ذلك يعرض عليها الرسالة الأولى وهي الآيات القرآنية، فيقول: يا نفس، هذا كتاب جاءك من ربك الذي خلقك وسواك وأنعم عليك وسيحاسبك وترجعين إليه. فلا بد من الأخذ بهذه الوصية التي وصى الله بها، ولا بد من أن تعتني بها وأن تعلمي أنها خطاب خاص موجه إليك، ويقرأ الأحاديث كذلك ويعرضها على نفسه، فيقول: يا نفس، هذه رسالة من أحب الخلق إليك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فلا بد أن تستجيبي لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تنقادي له، فإن الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم يطوي الورقة ويبدأ مع النفس، فيقول: من هذه الجلسة إن شاء الله سنمضي 24 ساعة بدون أي كذبة، لا في القول ولا في العمل. فيراقب نفسه ويتابعها في دبر كل صلاة، هل فعلا ما بين الصلاتين خلا من الكذب بالكلية؟ فإذا تمت 24 ساعة الحمد لله جلس بعد الصلاة وحاسب نفسه وشكرها على هذا الالتزام، وقال لها: سنمدد أيضا 24 ساعة، وهكذا حتى يكمل شهرا من ذلك. وإن وقع خرق وحصلت كذبة فإنه يؤنب نفسه ويؤدبها وينهاها عن ذلك ويزجرها عنه زجرا عظيما، ويقول: أنت الآن تقعين في التناقض، فتعلمين أن هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت تخالفين ذلك، وتعلمين أن الموت قريب وأنك منتقلة من هذه الدار، وأن أمامك إما جنة وإما نار. وحينئذ بتأنيبه لنفسه سيتوب ويريق عبراته ويستقيل عثراته ويتوب إلى الله من تلك الكذبة ويبدأ المشوار من جديد. فإذا مضى شهر أو 40 ليلة لم يكذب، يجلس مع نفسه جلسة أخرى فيها تشجيع لها على ما فعلت، ويقول: الحمد لله، نحن الآن استغنينا عن الكذب بالكلية واتصلنا بالصدق، فلن نعود إلى الكذب أبدا. وهكذا في كل قيمة من القيم، كقيمة العدل وقيمة الإحسان وقيمة الوفاء وقيمة العبادة وقيمة الزهد، فيرسخها في نفسه. ولا شك أن هذا فعلا محتاج إلى مرشد ومعين يرشد الإنسان على ذلك ويساعده عليه، ولكنه برنامج سهل يمكن أن يثبت الإنسان فيه هذه القيم وهذه الأخلاق الحميدة، ويمكن أن يعالج في نفسه به هذه الأخلاق الذميمة، وأن يعالج عن نفسه أمراض القلوب أيضا بهذا البرنامج.
فيعالج عن نفسه الرياء أو السمعة والعجب والكبر. وهذا البرنامج أنسب الأزمنة له والأوقات، هو شهر رمضان المبارك، فالنفس فيه مقبلة على الطاعات، وهي في طاعة مستمرة هي أشبه بعبادات الملائكة وهي الصيام، فإن الإنسان صائم ولو كان نائما، وهو في هذه العبادة ولو كان داخل الخلاء أو كان يغتسل في الحمام أو كان يبيع ويشتري في المتجر أو كان يمارس وظيفته، فهو على عبادة دائمة كعبادات الملائكة الكرام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وكذلك أيضا فإن ليلة رمضان بروحانية القرآن والقيام والإقبال على الله سبحانه وتعالى والبكاء يجد فيه الإنسان فرصة لتطهير نفسه وتزكيتها كذلك. وأيضا فإن القرب من الله والشعور به مقتض للتخفف من الأدران والذنوب، ولله عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي هذا الشهر. وإذا محيت عن الإنسان سيئاته وعفي عنه في الماضي فإن ذلك سيخففه ويسهل عليه الانطلاق إلى الأمام، كالذي كان يحمل حمولة شاقة صعبة تؤثر على عظامه وظهره ثم وضع هذه الحمولة وارتاح منها، فإنه سينطلق ويسرع في سيره. فكذلك كثير من الناس إنما يحول بينهم وبين الإكثار من الطاعات والقربات أنهم مقيدون بقيد المعاصي، وأنهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، وهذه الأوزار والسيئات تثقل سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى وتمنعهم من التقدم على طريق الحق. وهي من الصعوبة بمكان أن يتخلص منها الإنسان، فلا يتخلص منها إلا بالتوبة النصوح، وهي الندم على ما فات والعزم الشديد أن لا يعود إلى مثله، والخروج مما فيها من الحقوق إن كان متلبسا بها، وتعويضها بالطاعات، وهذه هي شروط التوبة النصوح. وحينئذ يكون الإنسان مؤمنا إيمانا حقيقيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه، محى الله عنه كل سيئة كان زلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وبهذا تتزكى نفس الإنسان وتسمو ويزداد إيمانه بالإكثار من القربات والطاعات والقرب من الله سبحانه وتعالى وإحسان العبادة، فيحسن صلاته ويحسن صيامه ويحسن أداءه في الصدقة والزكاة وفي الحج والعمرة وغير ذلك من العبادات. يحاول دائما أن يكون رمضان دورة مكثفة لتحصيل الخبرة وتحصين الأداء في كل هذه القربات وفي كل هذه الطاعات، فيراجع قراءته في الصلاة هل هي كما شرع، وهل هو يرتل القرآن ترتيلا، وهل يتأثر به، وهل يستمع إليه بأذنه لتوصل ذلك إلى قلبه، وهل هو يفهم الوعد والوعيد ويفهم الأمر والنهي ويفهم الإيمان والثناء على الله سبحانه وتعالى والضراعة إليه، وهل هو يستطيع أن يناجي الله سبحانه وتعالى بصلاته حتى تكون ناهية له عن المنكر آمرة له بالمعروف. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم بعد ذلك محاولة التقيد بالحضور في الصلاة، إن استطاع أن يحضر فيها من بدايتها إلى نهايتها فهذا أعلى المقامات، وإن لم يستطع فعلى الأقل يكون أكثرها وهو حاضر. وما أمارة الحضور أن يعرف ما يقول وما يفعل، وأن لا يفعل ذلك بصفة تلقائية لا شعورية، بل يقصده ويحضره. فمن بداية الصلاة عندما يكبر ويرفع يديه لينبذ الدنيا وراء ظهره ويتخلص منها وليقبل على الله سبحانه وتعالى، فيقول الله أكبر، فتملأ ما بين السماء والأرض، ويعلم أن كل ما سوى الله صغير وحقير ولا يستحق أن ينظر إليه بعين القلب، وبذلك يتخلص لله سبحانه وتعالى، فيكون عبدا حرا، عبدا لله حرا من الأغيار. وهكذا في أداء الأركان، هل هي على وفق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم بعد ذلك يحاول أن يلزم نفسه الخشوع، وهو استحضار الوقوف بين يدي الخالق وحسن الأدب معه وخشيته عندما تناجيه كفاحا دون ترجمان، وأنت تعلم أنه يستمع إليك
وأنه يرد عليك فيما تقول. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني يا عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي هؤلاء لي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا فيما تقرأه بعد الفاتحة من القرآن فتكون متأدبا به وخاشعا فيه خشوعا يظهر على الجوارح ويظهر على الجلد والبشرة ويظهر على الدمع والعين، فعلامات الخشوع منها السكينة القلب ومنها دمع العين ومنها قشعريرة الجسد، كما قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وبهذا تتحسن صلاة الإنسان وهي صلته بربه وهي عمود دينه وعماده وهي أول ما يسأل عنه العبد من الأعمال يوم القيامة بعد الإيمان، ثم بعد ذلك يأتي إلى بقية القربات والطاعات، ثم ينظر إلى الحقوق فينظر إلى حق النبي صلى الله عليه وسلم هل هو قائم به في نصرته والوقوف معه وتبليغ رسالاته والنصح له بتعلم سنته وسيرته وشمائله أو ليس كذلك، فيقوم بتحسين العلاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم بزيادة معرفته ومعرفة سنته وسيرته وشمائله وبتبليغ عنه والسعي لنيل نصيب وافر من ميراثه، ثم بعد ذلك ينظر إلى حق والديه هل هو واف به أم لا، هل هو بر بهما، هل هما راضيان عنه، هل هو محسن إليهما كما أوصاه الله تعالى في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي قوله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وفي قوله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي قوله ووصينا الإنسان بوالديه، وكذلك في قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم بعد ذلك ينظر إلى حقوق الزوجة والأولاد وهل هو قائم بها على أحسن الوجوه أو هو مقصر فيها، فإن كان مقصرا فليبادر إلى التدارك وإن كان محسنا فيها فليزد، وهكذا حقوق الجيران وحقوق المسلمين عموما وحقوق الأمة وحقوق الإخوة والأخوات وحقوق الأخوة الإسلامية، فيسعى لتحسين هذه الحقوق كلها، ثم بعد ذلك حقوق الإنسانية، فكل إنسان حتى لو كان غير مسلم له حقوق الإنسانية، فيسعى الإنسان إلى نفعه وأهم النفع أن يحاول نجاته من النار وأن يحاول نصحه ودعوته، ثم بعد ذلك أن يوصل إليه ما استطاع من المنافع وأن يكف عنه ما استطاع من المضار والأذى، ومنها هذا اللسان كما قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وإذا سلم
المسلمون من لسانه ويده، ثم بعد ذلك سلم الجيران من لسانه ويده، ثم بعد ذلك استطاع أن يوصل نفعه إليهم جميعا، ثم إلى غير المسلمين بالنصح والدعوة والإرشاد والرحمة والسعي لنجاتهم وتخليصهم، فإنه بذلك يكون مؤمنا حقا ويكون قد زكى نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وأن يرزقنا زكاة نفوسنا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. جزاكم الله شيخنا. Donc j'ai fait une traduction de propos du cheikh. Le titre, c'est l'impact du mois de Ramadan sur l'éducation ou la purification de l'âme. Le cheikh rappelle au début les versets du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala agir par rapport au fait que c'est lui qui a façonné l'âme humaine de telle sorte qu'elle peut agir en bien comme en mal. Et il rappelle que nefs il y a quelque chose d'intérieur qui est différent bien sûr du corps et qui reste après la mort. Après la mort, donc, il n'y a plus le corps, mais l'âme continue à exister. Et que cette âme a besoin de purification et d'éducation. Et soit elle va tendre vers le niveau des anges, les malaïka, ou soit elle va, si on fait l'effort de l'éduquer et de la purifier, soit elle tombe vers le niveau des animaux si on suit nos passions et nos désirs. Et ainsi, elle peut même aller être un peu plus bas que les animaux. Pourquoi? Parce qu'Allah il dit, Inhum illa kal an'ami bal hum adall. Ils sont comme les animaux, même pires. Donc, c'est en suivant nos passions et nos désirs, on tombe plus bas que les animaux. Cette âme nécessite un besoin d'une purification et ça passe par deux niveaux. Le premier niveau, c'est marhat al-takhliya. La première étape, plutôt, c'est de se débarrasser de mauvaises. D'abord, se débarrasser des maladies du cœur. Il y a donné des exemples comme la jalousie, la colère, etc. Et aussi de se débarrasser de mauvais comportements qu'on peut avoir vis-à-vis des gens. Et la deuxième étape, après avoir fait le nécessaire pour se débarrasser de maladies du cœur ou aussi de mauvais comportements, c'est tahliya. Donc c'est d'acquérir un nouveau comportement, une éthique qui soit la bonne, l'éthique du croyant. Comme par exemple dire la vérité, tenir sa parole, être bon envers les gens. Il a donné l'exemple, il a cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit que quatre qualités, si on les a, on est comme les hypocrites. Et, comme l'exemple, parmi ces qualités, par exemple, c'est le fait de mentir. Quand on est en dispute avec quelqu'un, en désaccord avec quelqu'un, on va mentir. Donc, on doit, même en étant musulman, on peut avoir quand même quelques qualités qui rassemblent aux qualités des hypocrites dont on doit se débarrasser. Donc, l'éducation ou la purification de l'âme nécessite deux choses. La première, c'est d'abord identifier qu'est-ce qu'on doit améliorer, ce qu'on doit améliorer. Et puis, la deuxième chose, c'est chercher le traitement. Là, il a donné beaucoup d'exemples. Je vais essayer de vous résumer. D'abord, il dit qu'il faut commencer par recenser quelles sont les qualités dont on doit, quelles sont les mauvaises choses dont on doit se débarrasser. Il dit, sur un papier, on peut écrire quelles sont les choses sur lesquelles qu'on peut reprocher à soi-même. Et sur l'autre côté du même document, on va mettre les versets et du Coran et les hadiths qui nous incitent justement à changer de telles mauvaises choses. Et la première chose qu'on fait après ça, après avoir identifié quelles sont les choses dont on doit se débarrasser, c'est Tawbah, c'est le repentir sincère. Donc, on doit se repentir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et rendre aux gens leur dû. On doit, par la suite, après chaque salat, faire l'effort de regarder soi-même, regarder ces mauvaises qualités qu'on a identifiées en soi-même pour dire comment je dois m'en débarrasser. Donc, lire les versets, les hadiths qu'on a écrits par rapport à ces mauvaises qualités pour nous inciter à vouloir changer la situation. Il dit ici, pendant 24 heures, on arrive à tenir bon
Parce qu'on s'est dit, mon objectif, c'est de ne pas mentir. Si pendant 24 heures, je n'arrive pas à je tiens bon, je tiens cet objectif, et qu'après chaque salat, je me questionne, est-ce que j'ai, entre les deux salats, j'ai réussi à ne pas mentir, c'est le point de départ. On doit ainsi vouloir chercher pendant 24 heures à respecter ou à acquérir une telle qualité, la bonne qualité qu'on doit acquérir pour remplacer la mauvaise qualité, comme dire la vérité pour remplacer le mensonge ou d'autres mauvaises qualités qu'on peut avoir. Si au bout de 24 heures on réussit, c'est une bonne chose. On doit donc vouloir maintenant chercher à le faire pour encore 24 heures supplémentaires. Et ainsi de suite jusqu'à qu'on arrive à un mois. Si pendant un mois on arrive à tenir bon et à respecter notre engagement de ne pas mentir ou autre, à acquérir autre bonne qualité, ça va devenir une qualité qui va nous accompagner en permanence. Si par contre on voit qu'entre 24 heures, on n'a pas réellement respecté, on a fini par tomber dans le péché qu'on voulait ou le mauvais comportement qu'on voulait, dont on voulait se débarrasser, là on doit rappeler à soi-même le fait qu'on est en train de ne pas respecter un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, et que cette vie est courte et que la mort arrive, et que derrière c'est quand même une chose grave, à savoir le paradis ou l'enfer. Des choses qui doivent nous inciter à vraiment vouloir changer notre situation. Il dit que normalement, on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner, Murshid, qui nous accompagne pour acquérir ses qualités. Mais n'empêche qu'avec ce programme que je viens de décrire très rapidement, on peut changer. Et ce programme est d'autant plus important quand on est dans le mois de Ramadan, parce que c'est le mois le plus adapté, le plus propice pour justement changer nos mauvaises habitudes. Ramadan, c'est le mois du jeûne, et le jeûne a une particularité par rapport aux autres actes d'adoration. C'est un acte d'adoration qui ne s'interrompt pas par aucune situation, ni le fait d'aller aux toilettes, ni autre chose, par exemple. Alors que la prière, par exemple, on sait que aller aux toilettes, ça l'interrompt. Enfin, vous comprenez. Donc voilà, donc on est en adoration, on est en état d'adoration qui doit nous aider davantage à appliquer ce programme et à atteindre un objectif, cet objectif noble. En plus, les nuits de Ramadan, c'est des nuits où, de lecture du Coran Karim, ou des nuits spirituelles qui, normalement, vont encore nous aider davantage à respecter ces engagements, nos engagements de changer, de nous débarrasser des mauvaises qualités et d'acquérir les bonnes. Si au final, on arrive effectivement à nous débarrasser de ces mauvaises habitudes, c'est comme si on avait un poids, un fardeau sur le dos dont on se débarrasse et qui justement nous empêchait d'aller plus loin dans les bonnes actions. C'est comme quelqu'un qui portait un poids et qui se débarrasse de poids et du coup, il va pouvoir marcher encore plus vite. Parce que finalement, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir de bonnes qualités, d'être meilleurs vis-à-vis d'Allah, ce sont les péchés. Je dis, ce qui nous empêche de faire encore de meilleures bonnes actions et davantage de bonnes actions, c'est les péchés. C'est pour ça qu'il rappelle encore une nouvelle fois qu'il va falloir le repentir avec le mois de Ramadan. Le repentir sincère et rendre à chacun son droit. Et avec ça, on peut justement purifier l'âme avec ces étapes qu'on vient de décrire. Et après, il donne des exemples plus concrets. Il dit, on va commencer par regarder notre salat. Et donc, on va faire l'effort de le faire avec concentration. On va se surveiller, en fait. Il faudra vraiment qu'on se surveille. Et on se pose la question aussi par rapport au Coran Karim. Quelle est notre relation avec le Coran Karim? Quel effort on fait pour comprendre ce message qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et aussi, voilà, en fait, je continue encore à parler de salat où il dit qu'on doit, qu'il La concentration, c'est quoi? C'est qu'on doit être dans un état spirituel où on se rappelle qu'on est sous l'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous regarde, qu'il nous écoute, et que cette salat, c'est une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, on va dialoguer avec lui. Et donc, du coup, on doit vraiment donner de l'importance à ce moment spécial où on est en train de lire le Fatiha et il a cité le Hadith, où Allah subhanahu wa ta'ala, ou le Hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit comment cette Fatiha qu'on lit dans chaque salat est un dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Si on réussit au final à faire ces efforts-là, et que derrière, en plus, on s'est posé la question par rapport à Salat, on s'est posé la question par rapport au Ramadan, est-ce qu'on les fait correctement par rapport à notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Et aussi, on se pose la question par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre relation vis-à-vis de ce message, noble messager. Est-ce qu'on a compris son message? Est-ce qu'on le connaît correctement et bien? Et donc, du coup, on doit faire l'effort de le connaître comme il se doit. Est-ce qu'on fait l'effort de transmettre les messages qu'il nous a, qu'il nous a légués, qu'il nous a laissés comme responsabilité de les transmettre? Et on doit ensuite penser à nos parents. Est-ce qu'on s'acquitte de nos devoirs vis-à-vis de nos parents? Ensuite, à la famille, est-ce qu'on est de bons maris ou de bonnes épouses? Est-ce qu'on s'occupe de nos enfants comme il se doit? Et ainsi de suite. On arrive aussi à penser, enfin, on doit se poser la question par rapport aussi à nos voisins, à nos frères, à la Oumma, etc., jusqu'à qu'on arrive à quelque chose. Donc, en fait, c'est tout un questionnement qu'on doit s'imposer pour identifier qu'est-ce qui nous manque et se dire quel est l'objectif. Selon ce qui nous a décrit cher, à savoir, j'ai un objectif, j'ai des versets, des hadiths qui m'aident, j'ai fait un questionnement après chaque prière, après chaque salat, je me pose la question, est-ce que je suis toujours dans l'objectif ou est-ce que j'ai dévié? Et ainsi, avec cet effort continuel, bien là, on doit arriver à un niveau de purification qui s'améliore avec le temps. Jazakallah khair, cher. Comme on n'a pas beaucoup de temps, شيخنا فقط ختاما أطرح عليكم بعض الأسئلة الخفيفة حتى أن الوقت بدأ يضيق علينا. طيب شيخ، السؤال الأول، ما هو يعني تكون الأجوبة مختصرة حتى لا نطيل عليكم بإذن الله تعالى. ما هو أول ما يجب على المسلم فعله في رمضان؟ هذا السؤال الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما يجب على المسلم فعله في رمضان التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وقصد وجهه الكريم، وتهيئة النفس للإخلاص له. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ثم بعد ذلك نية الصيام، وأن يعلم الإنسان أن الصوم مطلوب فيه أمران. الأمر الأول أن يكون إيمانا بالله سبحانه وتعالى، فهو ركن من أركان الإسلام ويجب الإيمان بذلك. والأمر الثاني أن يحتسب فيه الثواب حتى يكون صومه إيمانا واحتسابا، أي أن يعد هذا عند الله أنه يقرض الله قرضا حسنا ويطيعه بهذا الصيام، ويلتمس في ذلك وعد الله سبحانه وتعالى بتكفير السيئات ورفع الدرجات والعطاء الغير المحدود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. يقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا لا بد من بداية الشهر أن يكون لدينا هذان الأمران: الإيمان والاحتساب، وذلك بعد التوبة النصوح. نعم. Donc la première question, c'est quelle est la première chose qu'on doit faire à l'arrivée du mois de Ramadan. Donc il dit que la première chose, c'est le repentir, la tauba. Ensuite, c'est avoir la bonne intention d'accomplir ce devoir. Et troisième chose, c'est de l'accomplir avec l'intention d'avoir accompli une bonne action. Donc, et de demander donc de meilleurs degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, le soir thani, ما هي الذنوب والأعمال المفسدة للصوم؟ ما أسمع. ما هي الذنوب والأعمال المفسدة للصوم؟ نعم، بالنسبة للصوم له إفساد دنيوي وإفساد أخروي. الإفساد الدنيوي تناول المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإن الإنسان لا يحل له أن يتناول أي مأكول ولا أي مشروب ولا أن يسعى للذة الفرج. فهذه الأمور الثلاثة هي المفسدة للصيام فيما يتعلق بأمر الدنيا، هي لذة البطن ولذة الفرج وما يقوم مقامهما. ثم بعد ذلك المفسدات الأخروية هي الرياء والتسميع بالعمل وعدم الإخلاص فيه، أن يكون الإنسان إنما يفعله لا يريد به وجه الله وإنما يريد به الناس، فهذا مبطل للعمل.
قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم. طيب بارك الله فيكم. دونك لا كيسيون سيتي سيمبلمون كومون لي 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 بيشي و لي زاكت انيل و كي كي كانيل الصيام و كي 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 ديميني لو لا ريكومبونس. دونك شيخي رابيل دو كي ان دي دو تيب. لو بريمي تيب سي لي سي كي انيل الصيام الصيام كي سون سون ديجا كونو كوم لي في دو مانجي لي في دو دافوار دو رابور دو رابور انتيم. اي ديزيم سي سي كي كونسيرن لو كوار كي سون ici la c'est l'exemple de ria ou toute autre action qui consiste à vouloir à faire siyam pour simplement avoir du de l'importance auprès des gens. طيب سؤال اخير ان شاء الله تعالى: ما هو القيام المطلوب في رمضان وهل العبره بعدد الركعات؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن يقم ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا شك أن القيام لا يمكن أن يشمل الليل كله، وإنما المطلوب منه ما كان بعد العشاء، وهو الذي يسعى الإنسان فيه لأن يباعد جنبه عن فراشه في وقت نوم الناس. ولذلك قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقد بين الله سبحانه وتعالى مشروعية قيام الليل مطلقا، فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالعبرة في القيام بالمدة والوقت الذي يمضيه الإنسان في الصلاة والمناجاة والإقبال على الله في الليل، وليس المعتبر عدد الركعات. وعدد الركعات لو اعتبرت لكانت ركعاتنا الآن لا تساوي ركعة واحدة من الله العهد النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في ركعة واحدة كان يصلي بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، وهذه الآن نحن نقوم بها ليالي متعددة، وهو كان يصلي بها في ركعة واحدة من ليلة واحدة. وكذلك ما كان عليه أصحابه عثمان رضي الله عنه كان يوتر بالقرآن كله في ركعة واحدة. ولذلك العبرة بالوقت والمدة وليس بعدد الركعات. بارك الله فيكم. لكن الأفضل مع ذلك أن لا يقصر الإنسان عما كان الصحابة يفعلونه من عدد الركعات، فإن رمضان كانوا يخصونه بقيام مخصوص وكانوا يصلون فيه 23 ركعة. طيب جزاكم الله خير. دونك لا دانيا كيستيون سي كيل كيل القيام كومون هي لنوي لنوي رمضان اسكي اسكي سونتيل سي لو نومبر د ركعات ou est-ce qu'il y a un autre critère? Cher, donc je rappelle que c'est plutôt le bon critère, c'est la durée. C'est la durée de la rak'at qui compte. Et ainsi, il donne l'exemple du professeur sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui, même à une seule rak'at, il lisait trois longues sourates qui sont Al-Baqara, Al-Imran, Al-Nisa. Et aussi le compagnon, il faisait de même. Mais il dit quand même, il faudrait essayer de faire ce qu'il faisait le compagnon, qui ont pris l'habitude de faire autour de 23 rak'at pendant le mois de Ramadan. Mais ce qui est essentiel après tout, c'est la durée, le fait qu'on reste debout dans la lecture du Coran al-Karim, on se fatigue, et non pas de faire énormément de rak'at qui sera très courte par exemple, et où il n'y a pas vraiment un effort en tant que... Parce que le qiyam, le mot qiyam vient du fait d'être debout, de se fatiguer du fait qu'on est debout dans la lecture du Coran al-Karim. Je vais juste rappeler que ce que j'ai dit au départ, parce que cette année, alhamdoulilah, on a trois projets qu'on vient de lancer pour le mois de Ramadan et qu'on aimerait bien que vous divulguiez l'information autour de vous ou contribuez aussi si vous pouvez. Ce sont le projet de parrainage des élèves, le projet d'Iftar pour les élèves du centre et aussi le projet à la fin du mois de collecte de Zakat al-Fitr. Chacun, j'ai dit comme Allah khair, du'a qasir, inshallah, wa nakhtim bin Allah ta'ala.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في القائمين على هذه الجمعية والمنتسبين إليها والمتعاونين معها جميعا، وأن يبارك في جميع المشاهدين والمشاهدات والسامعين والسامعات، وأن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح العمل، وأن يجعل هذا الشهر الكريم نافعا لهم في زيادة الإيمان وتزكية النفس والقرب من الله سبحانه وتعالى، وأن يكتبهم في من صام رمضان وقامهم إيمانا واحتسابا فغفر له، وأن يجعلهم أجمعين من عتقائه من النار، وأن يعيد علينا وعليهم رمضان سنين كثيرة، ويوفقنا وإياهم للطاعات ويرزقنا وإياهم القبول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أجمعين حسن الخاتمة وجميل العاقبة وصلاح الذرية والعون على الطاعة والنجاة من النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وسعادة الدنيا والآخرة وصلاح الحال والمآل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.